هو اللي خويا مزيان. المهم انا تنتفرج بطوله اسبانيه بزاف، لاحظت واحد الحاجه، تتلقى كريستيانو ولا ميسي تيضرب البيت، اول حاجه تيدير تيمشي يجري عند صحابو تيعنقهم وتيبوسهم وتيقول للجمهور هادو زعما راه هما اللي عاونوني تماركيز. حنا اللعاب عندنا شي ماركي البيت اش تيدير؟ اول حاجه تيحيد توني تيقول صحابو ما يشدني حتى واحد، تيمشي عند الجمهور تيبدا لهم انا زعما هادو اللي ورايا زايدين. اوروبا تتلقى اللعاب مفيني لاعب وعارض ازياء، سي القجع عطينا حنا شي لعاب في بطولة اللي غيدير لنا عارض ازياء، شكون هو العقال؟ نبداو نقفضوا ليه في كومبلي من التحت، تحية للعقال. والجمهور، الجمهور ديال الريال دابا مني تيكعل الفرقة ما تيعايروا لا جامعة، ما تيعايروا حكم، ما تيعايروا مدرب، كلشي تيهز مشوار بيض وتيبداو يديروها. اللعابة تيتعقدوا كيقول لك الجمهور كعا، عرفتي عندنا الجمهور حنا مني كيكعش تيدير تيتجمعوا تيبداو يقولوا واو ولاد الناس لعبوا يا ولاد الناس لعبوا، تيسالي من ولاد الناس تيمشيو للجامعة، والجامعة والرجولة حشومة. شو دابا الكرة اللي تنلعبوا بها حنا في بطولة خفيفة فيها 450 غرام خفيفة، مع تتحط كفرة اللعابة كاملين تيبداو ينقزوا، أنا نضربها لا لا نضربها. عرفتي بكري كانت هذيك الكرة ديال الكيلونس مخيطة باليد، عرفتي مع الغيث والماء تتولي بوطة صغيرة، عرفتي مع تتحط كفرة اللعابة كاملين تيبداو يرجعوا اللور، كيبدا اللي يتقدم السي فراس كيقولوا والله تتقدم السي البياز بالله لعبنا قدك. عرفتي اللاعب تيبغي يضربها تيرجع حتى للباركينغ ديال التيران تيتم جاي يجري، عرفتي ما تيضربها البارير ما تيتهش تتسمعوا امي. والاشارات، شو دابا البطوله الاسبانيه اللي كنتي تتفرج فيها، شو الاشارات اللي دايره من التيران، شو تلقى الحديد الواعر، التليفونات الغاليين، اشهار ديال الابناك، البلازما، البدخ. شكون لاعب البطوله عندنا دور عينيك في هذوك الاشهارات اللي دايره من التيران، شو تلقى المواد الاساسيه، دقيق، زيت، صابون، ليكوش، ماكينه الحسانه 40 ريال، تيران كامل داير 60 درهم. هذا واحد النقل الله يسمع لينا، عندك النقل اخي بهاجي نقلوا لك شي ماتش مع الجوج كيكون النص ديال التيران مشمش والنص فيه الظل، عرفتي مني تدخل الكره للظل بحال دخلت السوتيران، المعلق تيبدا يقدر تنظن ان كايطا هو اللي سجل، تيظن ان بعض الظن اثم. وعندك حاجه اخرى عاوتاني، المنتخب علاش المدرب حنا ما تيطولش عندنا في المنتخب؟ علاش؟ عندنا 36 مليون مدرب كلشي تيفهم في كرة، تتلقى واحد ما بينه وبين الكرة الخير والإحسان جامع عليه ولاد الدرب كيقول لهم راهو نار خلى فيها في هذا الماتش الأخر، كان يجر الأحمادي وبوصوفة ويدفع المرابط وخلى العربي بوحدو وخز قال ولا اللي شد فات هي القندة. جميع الشعوب تيساندوا المنتخب ديالهم حتى الدقيقة 90 وخا يكونوا خاسرين بربعة. حنا عندنا كتكون كتفرج في المنتخب تيضربوا عليه البيت الاول كتقول الله ما كرهنا يزيدوا والدي واحد الجوج ما عندنا ما نديروا حنا بهذ الكور. وانا تخيلت واحد الحاجه، تخيلوا معايا كل المنتخب ديالنا ما كانوش كيلعبوا فيه اللعابه فيها الفنانه، بدي اسمع المعلق يقول لك كره في وسط الميدان عند مصطفى بورغون، مصطفى بورغون تيمرر كره طويله لحسن الفض تيحصر كره بالصدر، تيمرر كره اللاعب الزئبق يا دنيا باطمه صراحه وسط غابة من الأرجل تمر من نفق ضيق. تلاحظوا هناك في دكة الاحتياط اللاعبة لبنى أبيضار اللي باقي دار عليها العياء من المباراة الأخيرة. ترجعوا للمقابلة. ارتقاء للاعبة دنيا بوطازوت وإصابة على مستوى الوجه. تتمنوا لها الشفاء العاجل باش ترجع لمعسكر الأسود. صراحة تلاحظوا هناك من هناك إنه الحاج فلان. الحاج فلان صراحة هذا اللاعب اللي تم انتدابه من فريق مازيمبا الكونغولي. كرة عند الظهير الأيمن أمينيكس، كرة هضضيضية مباراة هيتشكوكية. تلاحظوا هناك من هجمة خطيرة خطيرة وتدخل للاعبة تسونامي. صراحة جميع الكرات لا تمر جدار بشري.
من هناك عاوتاني الكره عند من ناحظوا شكون اللي خدا الكره خدا الكره الحاج عبد المغيث تيمرر الكره على طريقه تشد العود تشد العوده كره جميله لايهاب ايهاب كيتوغل داخل مربع العمليات ايهاب 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 فرحتينا يا خويا صراحه ماشي خويا ولكن غوت اخويا امير غوت غوت اخويا ما قدرتش نغوت غوت اخويا امير